يطفو على سطح الفكر سؤال: هل الإسلام في محنة؟ هل الإسلام في مأزق؟ ومعلوم أن المسلم إذا ما عرض له أمر يتعلق بالشريعة فإنه ينبغي عليه أن يعود إلى الكتاب والسنة، وعليه أن يستنطق الكتاب بآياته الشريفات، وأن يستنطق السنة بأحاديثها المباركات. والحق أنه على ضوء الكتاب والسنة وفي ضوئهما ليس الإسلام في محنة، وليس الإسلام في مأزق، ولم يكن الإسلام يوما في محنة، ولن يكون الإسلام يوما في محنة. الإسلام دين الله رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ولم يستحفظ على قانونه وكتابه ووحيه أحدا من خلقه، بل حفظ الله رب العالمين الوحي كتابا وسنة، وحفظ الله رب العالمين البلاغ الذي هو آخر بلاغات الله رب العالمين إلى أهل الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله رب العالمين بيّن لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الدين العزيز منصور أبدا، وأنه لن يكون يوما أبدا في محنة، ولن يكون أبدا يوما في مأزق، وإنما الذي يكون في المحنة والذي يكون في المأزق هم المسلمون. وفارق كبير بين دين الله رب العالمين في أصله وفي وحيه وفي تنزيله وبين المسلمين في تمسكهم وتفريطهم وفي إقبالهم وإدبارهم، فارق كبير بين الإسلام كدين والمسلمين كملتزمين أو غير ملتزمين. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل ربه أمورا فأعطاه ومنعه. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقد سأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة عامة، أي بقحط شامل وبمنع للقطر من السماء حتى تتشقق الأرض خطوطا وأخاديد. وسأل الله رب العالمين ألا يسلط على الأمة من سوى أبنائها من يستبيح بيضتها، أي أصلها وعزها وكرامتها. وسأل الله رب العالمين ألا يجعل بأس الأمة بينها، فماذا كان؟ وشيء آخر هو أكبر من ذلك في البشرى وأعظم من ذلك في العطاء، وهو أنه لن يسلط على الأمة عدوا من خارج حتى يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، فلا خوف على الأمة من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليها من بأقطارها، ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض من الأمم
كفرا وظلما وشركا وعدوانا وطغيانا من أجل أن يستأصلوا الأمة وأن يستبيحوا البيضة ومن أجل أن تنزف الأمة كرامتها وأن تفقد عزتها فلن يكون شيء من ذلك أبدا. أعطى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وهو عطاء غير مجدود. وأما التي يخاف منها فهي ما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. لا خوف على الأمة من عدو خالد ولا من قحط شامل ولا من مجاعة مبيرة مهلكة، وإنما الخوف على الأمة من أبنائها. الخوف على الأمة أن يكون بأسها بينها، وهو واقع لا محالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه بإسناديهما عن ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، والغثاء ما يحمله الماء في تياره ومسيره ومجراه، وهو حمل لأمور مختلطة مبهمة ليس لها حقيقة وليست لها جذور، لأن الغثاء يكون طافيا تعلو به موجة وتسفل به أخرى، فليس له استقرار وما له من قرار. ثم إنه متنافر متباين في هيئته وفي شكله وفي حقيقته، ليس هنالك من تجانس بين هذا المحمول غثاء يمضي به السيل في طريقه من غير توقف ومن غير ما هدف. أنتم يومئذ كثير، كثير وهي نكرة المراد بها التفخيم والتهويل والتعظيم. أنتم يومئذ كثير، كثرة مفرطة، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الهيبة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. لن يكون الإسلام يوما ولم يكن في محنة ولا في مأزق، ولا خوف على هذا الدين العظيم العزيز من ذلك أبدا. هو دين الله، وهو حافظه، وهو ناصره، وهو مثبت أركانه ودعائمه، وهو الذي أظهره على الدين كله. فهذا الدين العزيز المنصور لا خوف عليه أبدا، وإنما الخوف على المسلمين أنفسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولينزعن الله من أعدائكم الهيبة منكم فيجترئون عليكم ويتسخطون أحوالكم وأوامركم وينازعونكم في أحوالكم حتى يستحوذوا على مقدراتكم، لأنكم قد صرتم كثرة غثاء كغثاء السيل. تداعى عليكم الأمم
يدعو بعضهم بعضا من أقطار الأرض لا خوف على الإسلام من اجتماعهم وإنما الخوف على المسلمين جيلا فجيلا تتدافع الأجيال على الأرض جيلا فجيلا وينزل الله رب العالمين المحن والفتن محنا محنا وفتنا فتنا متلاحقات يعلم الله رب العالمين من ينصره ورسله بالغيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الإسلام عزيز منصور إذ هو دين الله رب العالمين الغالب وأما المسلمون فإن لم يأخذوا من الإسلام بالحظ الوافر وإن لم يتمسكوا بهذه الدعائم وإن لم يفيئوا إلى الركن الشديد والأمر لله من قبل ومن بعد